مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه جديده السادسه، روح معنويه في عنان السماء. كل الحقيقه ظروف متاحه ومهيئه ان شاء الله باذن الله لتحقيق فوز والعوده بالبطوله المفضله من كازابلانكا، من عقر دار الوداد المغربي باللقب وبالبطوله رقم 11. وصلنا للدار البيضاء واستعدينا وحضرنا، والنهارده هيكون المران الاخير ان شاء الله للنادي الاهلي قبل 28 ساعه بالتمام والكمال من بداية المباراة، بأفضلية التقدم وبأفضلية الخبرات وبأفضلية فنية وبدنية ومهارية يخوض الأهلي اللقاء. حقيقة إذا كنت بتتكلم عن القصة كلها كورة، فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر يكرر فوزه مرة تانية زي ما عملها قبل كده وهو بيتوج في مشواره بالبطولة التاسعة على حساب الوداد وفاز عليه ذهابا وإيابا. إن شاء الله بإذن الله نقدر نكررها. اوعى تتخيل أو تفتكر ان سيناريو نهائي دوري الابطال السنه اللي فاتت بكل الظروف المحيطه بيه ممكن يتكرر مره تانية. والسنه دي الحقيقه في حاجات كتير جدا اتغيرت في النادي الاهلي، واتغيرت في الجهاز الفني للنادي الاهلي، واتغيرت في مشوار الاهلي في الموسم ده على وجه التحديد، تخليك تراهن على انه الاهلي الحقيقه متفوق بدنيا وفنيا ومهاريا. مباراه سهله على الاطلاق، بالعكس هتكون مباراه صعبه جدا، لكن الحسابات والكلام اللي أنا بتكلم فيه مع حضرتك دلوقتي مبني على الكورة ومش حاجة تانية غير الكورة. أنا معرفش التحكيم ممكن يكون تأثيره إيه، معرفش الفار ممكن يبقى عامل إزاي، معرفش اللي بره الملعب ممكن بيكون بيأثر إزاي، لكن لو كلمتك في 90 دقيقة كورة كل الآراء والتحليلات بتقول إنه الأهلي فرصه أكبر بكتير جدا من الوداد. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لرجالتنا بكرة إن شاء الله.